اهلا وسهلا، السلام عليكم البنات. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن احوالكم. فيديو جديد على القناه كيف ما كتشوفوا معايا في اول فيديو. كاين هاد التنسيقات هادو للمحجبات، تنسيقات رائعه كيف ما كيبانوا لكم البنات في الفيديو. تنسيقات رائعه، كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. لونسومبل اللي كيجيو هيدا في اللون موحد، وبالنسبه للشوميز كتجي بالالوان. ممكن لكم تخليوها على هذا الشكل هذا. كاين هاد لي شوميز يمكن ليكم تنسقوه مع السراول كيف ما شفتوا معايا. كتشيل الفصاله ديالو مزيونه، وبالنسبه لهذا الموديل الرائع كيجي صراحه مزيون البنات التصميم ديالو. وكاين هاد التنسيقه هادي بالنسبه للتنوره بالالوان والشوميز، كتجي رائعه البنات، كتجي شي حاجه مميزه بالنسبه للتصميم ديالها للمحجبات، شي حاجه محتشمه وراقيه في اللبسه. بالنسبه للفساتين فكيف العاده جبت لكم تصاميم، اغلبيه ديال التصاميم في هذا الفيديو هذا هما الفساتين. كيتمشوا بزاف يعني في الصيف، كيبغيوهم البنات وكيطلبوهم بزاف في الفيديوهات. فكنحاول انني ننزل لكم شي حاجه جديده، لا بالنسبه للثوب ولا بالنسبه للوينات البنات اللي دارجين على الموضه، ولا بالنسبة للأفكار عديدة الفصالة في جميع قطع الملابس ماشي غير الفساتين. وهنا كاين هاد لونسومبل الرائع، كيجي هيدا بالحزام كيف ما شفتوا معايا. وكاين هاد العباية كتجي دو بياس، تحتاني الفوقاني نفس اللون، بينما الفصالة ديالو ديال الفوقاني كتجي واسعة نفس اللون ديال الشال. كذلك كاين هاد العبايه بالابيض مخدومه هيدا في المغوم مغلوق من التحت كيف ما شفتوا معايا. ومن ضمن هاد الموديلات اخترت لكم هاد الموديل هذا، الشوميز اللي كتجي الفصاله ديالو على هاد الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا، نسقته هنايا مع هاد التنوره. ومن ضمن كذلك هاد المجموعة اللي اخترت لكم اليوم في هاد الفيديو هذا، كاين هاد الفستان اللي كيجي بالالوان، كيجي بالحزام، كيجي على هاد الشكل هذا. كذلك بالنسبة للفساتين للمناسبات جبت لكم بهاد التصميم الرائع، تصميم تركي وحصريا على القناة. فهنايا حبيبتي كيف ما كتشاهدوا معايا في الفيديو، كاين هذا الفستان في اللون الابيض، وكاين هذا كيجي كلوش واسع بصره ديالو على الكول كتجي مدوره يعني مجموعه. وكاين هذا لونسومبل الرائع حتى هو في البيج، والكول كيجي منبت. شوفوا هذا التصميم هذا كيفاش كيجي البنات على الكتاف وعلى الدوره ديال الكول. وهذا تصميم اخر حتى هو لونسومبل ديال المناسبات، كيجي مميز صراحه في اللبسه. كاين هذا الفستان في الموف، كيجي بالصيفات كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه لهذا الموديل فيه هذه الالوان، فيه هذا البلونكاسي مع غوص فوشيا والبيج. شوفوا التصميم ديالو البنات على الكتاف كيفاش كيجي، كيجي بالتكريش وبتوهيرات هيدا كيجيو مزيونين. هذا موديل مختلف على اللي شفنا قبل، كيجيو هيدا تخرجوا بهم مزيونين. كاين هاد العبايات ديال المناسبات شي حاجه طوب 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 البنات، شي حاجه رائعه. فستان في البيج مفتوح ومغو مغلوق من الفوق كيجي رائع، فوقاني كيجي كامل منبت. وكذلك كاين هاد العبايه هادي كتجي واسعه في الزيتي مع اللون الابيض، شي حاجه رائعه وكتجي بالسريته لتحت. بالنسبه لهاد الموديل اللي كتشاهدوه معايا البنات في الفيديو، لونسومبل اللي كيجي في البيج، وكاين هاد التصميم الرائع البنات، كيجي واسع ومريح في اللبسه هيدا الفصل الصيف. الفوقاني كيجي هيدا في غوز مغلوق، وتحتاني كيجي في اللون الابيض مع السروال كذلك في اللون الابيض. وكاين هاد لونسومبل في البيج ومخدوم هيدا بالمغو مغلوق، ونسقت معنا هي اللون الابيض.
التصميم ديالو كيجي على هذا الشكل هذا بالحزام، وكاين هذا لونسومبل هذا للمناسبات، شي حاجة رائعة. فكيف ما كتشوفوا في الفيديو الموالي كاين هاد لونسومبل هذا كذلك في الماغ مغلوق، كيجي منبت على واحد جهه ديال الصدر، وكتجي شي حاجه مستوره محتشمه وانيقه. وبالنسبه للفساتين كاين هذا الفستان الرائع، شوفوا الفصاله على الكمام، تقريبا كاملين البنات هادو نفس الفصاله على الكمام، كيجيو هيدا بزطيفات مضوبلين وكيجيو بالتكريش حتى الدوره ديال الكول، وكيجيو هيدا هادو للمناسبات، شي حاجه واسعه. شفتوا البنات كيفاش كيجيو؟ بالنسبه لكم كيجيو واسعين ومجموعين على الراس ديالكم، وكيجيو هيدا الفصاله ديالهم بالتكريش واسعه مزيونه. بالنسبه للفيديو الموالي فيها التصميم الرائع، شوفوا التوب البنات، شوفوا التوب كيفاش كيجي، وشوفوا حتى الالوان، شوفوا حتى التوب البنات كيفاش كيجي في اللبسه، كيجي طايح ومزيون. بالنسبه لهذا الموديل اللي كتشوفوا معايا حتى هو لونسومبل في الاورانج، كيجي منبت على الدوره ديال الكول وعلى الدوره ديال الكم، كيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد العبايات ديال المناسبات كاين هاد العبايه هذه، حتى هي لونسومبل الفستان الفوقاني ديالها نفس اللون، كيجيو على هذا الشكل هذا منبتين ومزيونين. بالنسبه للشوميز ديال فصل الصيف كاين هاد الموديلات هادو اللي خرجوا طوندونس، اللي فيهم هاد الوريدات كيكونوا هيدا بالالوان، وكاين هاد الفساتين حتى هما الفصاله ديالهم شي حاجه جديده، هادو كذلك خرجوا طوندونس، كاين اغلبيه باللون الابيض مخدوم بالاحمر اولا اللون الازرق ملكي. بالنسبه للفساتين كاين هاد التصميمات الرائعه كيف ما كتشوفوا معايا، التصميم الاول هذا التصميم الثاني، فستان اللي كيجي هيدا بالالوان، التوب ديالو كيجي بالالوان، وكاين هاد لونسومبل التنوره مع شوميز كتجي هيدا مجموعه على النص. بالنسبه للفساتين اللي كيجيو بالالوان كاين هاد الموديلات هادو، وكاين هاد الازرق مع الابيض، كذلك كاين هاد الموديل هذا فيه غوص فوشيا مع الاخضر مفتوح، وكاين هاد الفستان اللي فيه الالوان ازرق مع الموف والاورانج. كذلك البنات كاين هاد الفستان في بلون كاسي مع هاد الاخضر، وهادو كيف ما كيبانوا لكم البنات لي زونسومبل اللي كيجيو بالحزام، كيجيو بصطيفات حتى لتحت، كذلك السريولات ديالهم كيجيو هيدا الفصاله ديالهم عاديه. كاين هاد لي زونسومبل هادو مختلفين على اللي شفنا قبل، الفوقاني كيجي هيدا بالحزام، كاين هاد لي موديل هادو حتى هما مختلفين على اللي شفنا في اول فيديو. كاين هاد التصاميم هادو كذلك بالنسبه للفساتين، فكيف ما شاهدتوا معايا في اول فيديو حتى دابا كاين اغلبيه ديال التصاميم هما ديال الفساتين، بما اننا يعني فصل الصيف وكتبغيو هيدا تشوفوا الجديد في الفساتين. كاين هاد لي زونسومبل حتى هما لي طوندونس حاليا بالنسبه لفصل الصيف سنه 2024، كاينين بالالوان. وبالنسبه لهاد الموديلات هادو حتى هما التويبات ديالهم مختلفين، انما التصميم ديالهم كيكون هيدا جا تصميم واحد بحال اللي شفنا قبل، وكاين هاد الفستان هيدا بالوينات. هنا يا حبيبتي اخترت لكم هاد العبايات هادو في اخر الفيديو باش تشوفوهم كيفاش كيجيو، هيدا مفتوحين كيجيو مزيونين البنات في اللبسه. وكاين هاد الفستان هذا كيجي على شكل شوميز طويله،
وهنا يا حبيبتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى ان الاعجاب ديالكم. مع السلامة.